السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ سيدنا رمضان ما بقى والو، إن شاء الله غادي يدخل، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال، إن شاء الله نصومه حنا في أحسن الأحوال. الله يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة يا ربي يا ربي للجميع. عودة ميمونة للتلاميذ ديالنا والإخوان كاملين اللي في التعليم، عودة ميمونة للجميع إن شاء الله، وبالنجاح لوليداتنا ووليدات جميع المسلمين وجميع الوليدات بالعالم كامل يا ربي. هنايا رجعت، أنا رجعت في حالاتي نهار السبت العشية، ما شاركتش معكم الطريق صراحة، تقالوا يدي على التليفون، قلت صافي راه ديجا مصورة معاهم الطريق من كنت ماشية، وخلينا الوالده مقلقه وكتبكي وبنتي جات كتبكي. المهم الوالده مسكينه ما كتسخاش بينا وبنتي ما كتسخاش بها، عرفتو كدير لنا واحد الحاله داك النهار ما نقول لكمش، مرتبطه بالام ديالي بزاف عرفتي، وانا كنعيا فيها كنقول لها ملي كتشوفك هي هكداك يا عاد كتزيد الله يحسن العوان. المهم صافي جينا هكداك يعني في الطريق كلها ما صورت ما حتى شي حاجه. المهم كي وصلنا حطيت المسائل ديالي اللي جبتهم معايا، شاركت معكم شنو جبت. هنايا الوالده مسكينه عطاتني واحد شويه من داك الزرع، هي كتكيل الزرع وكتغسلو وكتديه للمطحنه كطحنو، وعطاتني هاد شويه هذا، وعطاتني شويه من الزيتون عندهم مصوب في الدار. دائما مسكينه ملي كنكون جايه هكا كتبقى، انا ما كنبغيش والله ما كنبغي نجيب حتى شي حاجه، غير هاد الزيتون عجبني صافي وجبته. الشباك هي اللي شاركتها معكم والبشنيخه. صافي كي حطينا هاد الحويجات هادو مشينا خرجنا تقضينا، بعد التقضيه هي الاولى راني شاركتها معكم في الاول. هنايا درت لهم واحد الطويجين ونسيت ما صورتش معكم مراحل اخرى، حتى درت له العطريه وداكشي. هنا جبنا الحليب ديال العبار طيبته. المهم بالنسبه للاثمنه دابا نشارك معكم الاثمنه ديال الخضر، الحمد لله والشكر لله منين جينا لفاس. المهم الاثمنه جاتني شي شويه مقارنه مع البلايص اللي كنا فيهم، اثمنه ملتهبه ديال الخضر ولا مواد الغذائيه ولا كل شيء، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم واحد القضيه هي اللي زعما طلعت لي الدم هي ديال المطيشه، شحال هذه كانت دايره واحد الثمن جد مناسب، وانا بقيت يعني هكا وقع لي لا انا ولا الام ديالي ولا اختي ولا كل شيء. قالت لي اختي كانت بجوج دراهم ونص مطيشه غزاله، الناس عرفتي هزوا منها، وهي زعما بحالي بحالها بحال جميع الناس كنقولوا زعما من هنا رمضان راه غتكون الاثمنه طايحه. ساعه وقع العكس، المطيشه طلعت واحد طلعه صاروخيه رجعت ب 10 دراهم. المهم ديك المطيشه اللي شاركتها معكم انا خديتها ب 8 دراهم غير صغيوره، المهم صالحه هكا وحلوه وفيها واحد المذاق غزال. بالنسبه للبطاطا دايره 150 يعني 7 دراهم ونص. البصله لقيناها ب 250 جبت غير كيلو، وجبت من البصله الخضاريه جوج ربطات ب 5 دراهم، جبت 6 ربطات يعني 15 درهم باش تقاموا عليا. يعني هذيك البصله الخضاريه اقتصاديه، وهي اصلا هي ديال هذه الوقيته هذه احسن من البصله الاخرى، وكتجي في الحشوه زوينه في الطواجن في كل شيء. هذه جلبانه لقيتها ب 10 دراهم، جبت منها حتى 2 كيلو. الفول 5 دراهم جبت منه 2 كيلو. المهم الخيزو لقيتها ب 2 دراهم ونص، كان قالنا 3 دراهم خلاها لنا ب 2 دراهم ونص. شنو اخر؟ هذه القرعه الخضراء ديال الكورجيت لقيتها ب 5 دراهم جبت منها كيلو. القوق حتى هو لقيته ب 5 دراهم جبت منه 2 كيلو. المهم الليمون ديال العصير ب 7 دراهم، الفريز 9 دراهم، بانان 10 دراهم. هنا كما كتشوفوا القرعه ما كاين حتى شي حاجه، غير مسحتها مزيان صافي. غنديرها حتى هي نفس الشيء اللي درت الفلفله، هذه الفلفله مغسوله ومسحتها، يعني غسلتها البارح وخليتها حتى تسقطرات ومسحتها ودرتها بهذه الطريقه في السيلوفان باش كتحافظ عليها واحد المده، بس دير لي اكثر من 15 يوم ولا 20 يوم المهم على حسب. هنا الخيزو ديالي حتى هو مغسول، غادي ندوز نمسحو مزيان بشي فويطه غنشفو بهذه وغندير له حتى هو نفس الطريقه. هذا خيزو اللي كان ديجا عندي قديم، غادي ندوز ان شاء الله غادي نسلقو وغادي نخزنو، غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير له انايا باش كنستعملو العصير. هنايا هاد الخضره كانت عندي قديمه غنوجد بها شي شوربه ان شاء الله بحول الله. وهذا التمر هذا خديناه البارح، هذا الشمس هذا 2 كيلو ب 65 درهم، يعني هذا على حساب رمضان ان شاء الله. هادي لاكاليتي ديال تونس،
وهذا البيض كان جبنا البارح بلاطو ديال البيض ب 45 درهم، يعني 30 ريال البيضة. حيت السيد اللي خدينا عليه قالنا راه غادي يزيد البيض، غادي يزيد في الثمن في هاد الايام اللي جايين، داكشي علاش زعمنا وجبنا هاد البلاطو. مهم باش نبداو ان شاء الله هاد الاسبوع ديال رمضان حتى لراس الشهر بحول الله. غادي ندوز تهو ان شاء الله نخزنو وغادي نشارك معكم كلشي. صافي ان شاء الله هادو هما الحويجات اللي غندخلهم ان شاء الله للثلاجة، غادي نحطهم في كل حاجة في بلاصتها. هنا الخضره ديالي كما كتشوفوا كلها غسلتها وستفتها بهذه الطريقه هذه في الثلاجه. المهم هاد الحويجات هادو حطيتهم هنا في الثلاجه غير يعني مؤقتا، هذيك الطاسه ديال السلو تما خلاص كنخليها في الثلاجه ما عنديش مشكل. من بعد شوفوني حطيت حتى الشباكيات تما وكلشي حتى نلقى لهم شي بلاصه ان شاء الله نخوي البلاكار، نخوي لهم شي بلاصه هكا في البلاكار ديالي ونحطهم تما ونزولهم الثلاجه، راني حطاهم يعني غير مؤقتا بين ما نلقى الوقيت هكا ونلقى لهم شي بليصه وصافي. هنا عاود تفت هاد السلعه كلشي هنايا في هاد البلاصه باش تخلي يعني البلاصه خاويه فين نحط الخضره ديالي وتبقى لي يعني شي اسباس في الثلاجه هكا خاوي. كان غير بعض المرات نحط هكا شي ماكله طايبه ولا في الثلاجه ما كنلقاش، واخا دابا عمرات لي الثلاجه. هاد التقضيه راه جبناها ديال 15 يوم ماشي ديال اسبوع، وتقدر تدي لنا حتى اكثر. هنايا حطيت الفول هنايا قدامي هو الجلبانه باش كي نسالي ان شاء الله نقيهم. هادشي خليته هنايا حتى من بعد باش هاد الخيزو غنسلقو وغنصاوب شي هذا شوربه. هنا الربيع حتى هو درتو كيتغسل، وهذا الكرافس خليته هكا باش ما يتخلطش معاهم حتى نغسلهم مزيان وعاد نغسل الكرافس بوحدو. المهم هنا كاينه الروينه بلا ما تشوفوا هنايا. هادو لي بواط ان شاء الله غادي نمسحهم مزيان باش غنفرق فيهم هاد الشباكيه والبشنيخه وهادشي كله ونرجع معاكم. هنا نستفت لي بواط ديالي باش نشوف فين اللي غيكونوا صالحين ليا باش نستف فيهم هادشي. هادي الشباكيه كما كتشوفوا، هادي البشنيخه. الاخت ديالي قالت لي المهم قالت لي ملي تمشي تما ديري شي طويصه هكا على جنب عمريها في الشباكيه وديريها في الفريكو راه كتبقى صالحه حتى يخرج رمضان ولا وتاكلوها، حيت تبارك الله راه كميه كثيره. داكشي ان شاء الله اللي غندير غنعمر شي بواطه كبيره وحده اخرى صغيره نديرها في المجمد. هنا بالنسبه لهذيك الطاسه اللي جبتها من عند الوالده جاتني كبيره، هذه ديال الشباكيه، قلت غادي نقسم هكا الشباكيه في هاد الطويصات اللي عندي اولا في هاد لي بواط اللي عندي باش وحده ان شاء الله غنحتفظ بها في المجمد، وجوجات غنخليهم ان شاء الله ناكلو منهم حتى نساليوهم. وحيت هذيك البواطه اصلا ما كتشدش مزيان شي شويه بحال اللي كتدخلها شويه الهواء، صافي درت هاد لي بواط هادو عندي نشاريهم شحال هادي. هاد لي بواط هادو ديال تركيا، لا مارك ديال تركيا، زويونين كيتشدو مزيان، ودرت لهم عاد سيلوفان صافي. والبشنيخه حتى هي قديتها بهذه الطريقه، وتشوفوا تما واحد المول تما ديال الزاج درت فيه هذيك الكميه، ان شاء الله غنديها معايا للخدمه ندوق صحاباتي اللي معايا في الخدمه وكلشي. صافي هذه هي البواطه اللي غنحتفظ فيها في المجمد، وهادو غنخليهم ان شاء الله ناكلو منهم. هادشي كلشي ان شاء الله غنديرو في الثلاجه. هذاك الطبيصير خليته للوليدات هكا ياكلوا منه، ضروري من هاد الاستعدادات ومن هاد الترتيبات باش الامور كتبان لنا شنو درنا شنو ما درناش شنو خاصنا شنو اللي مازال خصنا نجيبو. المهم هادشي اللي كاين هنايا، استفت كلشي بهاد الطريقه في الثلاجه كما كتشوفوا. المهم غير مؤقتا حتى نشوف، لان اصلا هذاك الكفر كنحتاجو. ما
المهم الضروريات والاساسيات هما كاينين. هذه هاد الطاسه صغيره خليت درت فيها داكشي اللي بقى لي من سلو من غير ديك الطاسه الكبيره، هذه كنبقاو ناكلو منها قبل رمضان ان شاء الله حتى يوصل رمضان، وغتكون يعني مازال فيها. هنا درت كنوجد لهم الغداء، درت واحد التحدي هاد الايام اللي باقيه قبل رمضان ان شاء الله غندوزها بدون لحوم، غادي تشوفوا معايا. هنا درت لهم الفول مشرمل، اصلا بغيت يعني نخوي عليا المجمد باش نلقى لي سباس فين نحط حويجات اخرين. هاد الفول هذا ماشي هذا اللي خديته اللي تقديته البارح الحد السبت، تقديت بالسبت وهذا الفيديو سجلته الحد. هذا كان في المجمد، هذاك سميتو الدنجال حتى هو كان في المجمد جبتو. صافي كلشي غادي نحضرو في هذا النهار ان شاء الله. وهذا النهار اللي كندير فيه المونتاج الاثنين درت لهم اللوبيا في الغداء، ما درت حتى شي حاجه. كان عندي شويه من داك السكسو ديال البلبوله حتى هو فورته، وجبت واحد الكميه ديال المرقه ديال الكسكسو كنت كنحتفظ بها في المجمد. صافي حيت عليا واحد جوج ديال لي بواط كانوا تما، هما اللي سخنت وزدت عليهم شويه الحليب صافي، وغادي نتغدى به انايا. صافي درت لهم هنا الفريت، هنا الفريت مشى الزوج ديالي عاود زادني واحد جوج كيلو يمكن ولا شحال ما عقلتش. صافي غادي نغسلو بهذه الطريقه وغادي نحتفظ به، يمكن حتى الفيديو الجاي عاد نشارك معكم الطريقه ديال الاحتفاظ ولا شنو غادي ندير بالنسبه لهاد الخضره اللي جابت والفريز الحامض. الحامض صراحه ما كفانيش الوقت باش نوجد منه داك المركز ديال الحامض، يعني دابا فاش كندير لكم مونتاج والله الا مازال كاع ما قصدتش فيه باقي الحامض هكاك. المهم كانت هذه هي الغديوه ديالنا، شي حاجه بسيطه صحيه يعني ما فيها لا لحوم لا حتى شي حاجه، اللهم اديمها نعمه يا ربي. الفول مشرمل ديجا مشاركه معكم شحال من مره الطريقه ديالي، غير هنا زدت لواحد شويه من ديك لاصوص سوليس وصافي. هنا شاركت معكم هاد الطبيصيل هذا ديال الفريز، هنايا بنتي بغات الفريز صافي، وحطيت لها هي وخوها هنايا ياكلوا داك الطبيصيل قبل ما يوجد الغداء، كيبغيو هكا بسنيده صافي. عطيت لهم كلاو ومن بعد حطيت لهم الغديوه. كانت هذه الغديوه ديالنا هاد النهار، ما عجنت ما حتى شي حاجه، كنت يعني ما كفانيش الوقت. راكو عارفين يعني النفسيه كتبدل شويه ملي كنرجعوا من السفر، وما كيبقى لناش عندنا داك الحماس وداك ما كنبقاوش بنفس داك التحفيز اللي كيكون عندنا من بعد من قبل زعما بغيت نقول. صافي المهم بديت كنسترجع الحماس ديالي الحمد لله والشكر لله. اذا مع السلامه.